هو تنسيس إجباري، كل عضو من أعضاء تنسيس جماعة باستدعاء الحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة منقطعة دون مبرر، يعتبر التنسيس يعتبر مقالة في حكم القانون، ويجتمع في اسم معينة في الإقالة، ونحن بصدد معينة، مش السلطة تقدر تسميه، لأن اللي فهمنا وأنا أنا أقول لكم في برنامج يقول عبد الرحمن عامل ثلاثة، هذا مثلا ثلاثة. واش تيبغي شي واحد في هذا وهذا يدير ليه العزل يدير له شي حاجه، ده حنا راه حتى واحد
ديالنا حنايا تندافعوا عليها وندافعوا على اي واحد في الاخوان، مطلبنا منكم التمسنا منكم، ولكن الى دزنا للجانب القانوني السيد الرئيس راه خاصنا نطبقوه بحد ذاته. لا الله يخليك، انا تنتمس مره اخرى تجاوزوا هذا الشيء. انا كنطلب الكلمه حيت معني بها السيد الخالد، السيد الرئيس، أعضاء المجلس، الحضور الكريم، السلام عليكم. كتهضروا فيما هو يسمى تطبيق القانون، احنا مع القانون. بغيتو تطبقوا القانون؟ قبلوا الشواهد الطبية ديالنا. والشواهد الطبية ما كتقبلش عباد الله. أنا عندي شواهد طبية اللي كتثبت الغياب ديالي. أنا غادي نعطيهم لك السيد الخالد. عندي أربعة الشواهد الطبية كنعرضهم أنا في المجلس ما كيبغوش يقبلوهم، هادي من جهة. كنهضرو على تطبيق القانون. تطبيق القانون هاد المجلس هذا أصبح لي بأنه فرض على مؤسسة سياحية تقريبا 8 مليون. كنهضرو على المعاينات، كنهضرو على المعاينات، خاصنا نعينو هادشي. خرج الموضوع الله يخليك. وسميتو حنا لجنة القضاء محكمة إدارية وحكمات باقي في السينما، حكمات في الصالح ديالنا، هادشي خصو يتعين، هادشي خص الرأي العام يعرفو. مازال غادي نهضرو دابا فرضت علينا 300 مليون تحجز من الكونت ديال البنكة ديال المؤسسة تقريبا 150 مليون. كنهضرو على الإنارة، الإنارة ما كايناش. كنهضرو على الميزانيات ما كايناش. غير المعاينة ديال القبضة اللي كانت بسمية الحاج إبراهيم، ثم لقيت ديالها الاسم السيد مصطفى الدهب. أنا كنتسائل بغيت المعاينة لأنو عندها المعايير مابقاش عندها المعايير. الله يجازيكم بخير، حنا كنطلبو القانون. عندي شواهد طبية اللي كتبت الغياب ديالي. شكون ضد هادشي؟ 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 ش